عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات صباح هذا اليوم مع هجن أبناء القبائل مع تحديات الكبار. تابعنا 16 شوطا لسن الحولي والزمول في مسافة ورحلة 8 كيلومترات وبداية مسافة 8 كيلومترات لهذا الموسم. الشوط الأول الرئيسي، الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل، جاء الطماعة ودت السلامات لأهالي القطاع الجنوبي 12 دقيقة 48 ثانية وثمان أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري. أما شوطنا الثاني، الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل، فجاءت مياسة بناموس هذا الشوط لغان بن علي بن حمود الظاهري وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 52 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. الشوط الثالث، الشوط الخاص بالزمول المحليات الأصايل، ينطلق غازي بناموس هذا الشوط لمالكة غانب بن سعيد بن سالم و13 دقيقة 3 ثواني جزء واحد من الثانية توقيته الزمني. أما الشوط الرابع، الشوط الخاص بزمول المهجنات الأصايل، فينطلق النشمي بناموس هذا الشوط والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح 12 دقيقة 45 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن يابر بن محمد وتهانينا أيضا للشقي صغير حمدان بن سعيد بن يابر. أما شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية، فيعود شعار غانم بن علي بن حمود الظاهري مع زعفرانة والنقطة الثانية في هذا الصباح 13 دقيقة 2 ثانية و7 أجزاء من الثانية هو توقيت زعفرانة. الشوط السادس، كان الموعد حاضرا مع ندى بشعار منصور بن سعد بن قذرة الأحبابي وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 59 ثانية بالوفاء والتمام. أما الشوط السابع، فينطلق شهار بناموس هذا الشوط لمالكة علي بن راشد بن سيف الشاوي ويقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 13 ثانية أربع أجزاء من الثانية. شوطنا الثامن، ينطلق شاهين بناموس هذا الشوط ليهدي السلامات لأهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة وأهالي الرياض ولمالكة موسى بن عبد العزيز الموسى 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. الشوط التاسع، بداية الجولة الثالثة، تنطلق الياف البناموس هذا الشوط لمالكها محمد بن علي مسعود الاجتبي و13 دقيقة ثانية واحدة 8 أجزاء من الثانية هو توقيت اليافل. طموح انتزعت ناموس الشوط العاشر وادت سلامات لأهالي ند الشبة لمبارك بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي 12 دقيقة 54 ثانية و3 أجزاء. كان الموعد حاضرا مع حكيم لعلي بن سليم بالأسود العامري و13 دقيقة 23 ثانية 9 أجزاء من الثانية هو توقيت حكيم. ذيباني انتزع ناموس الشوط الثاني عشر لمالك علي بن حمود بن علي الظاهري وتوقيته الزمني 13 دقيقة 8 ثواني بالوفاء والتمام. أما شوطنا الثالث عشر، الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل لفئة الإنتاج والمنتجين، فتنطلق مطفية بناموس هذا الشوط لمالكها مسلم بن سليم بن شوير بن عامري وتهدي السلامات لأهالي زاخر بمدينة العين 13 دقيقة 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية هو توقيت مطفية. الشوط الرابع عشر، كان الموعد حاضرا مع الشاهنية وهالي زاخر من انطلقوا بناموس هذا الشوط والسلامات أيضا لمالكها سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي 12 دقيقة 55 ثانية و4 أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهنية. الشوط الخامس عشر، كان الموعد حاضرا لمرموك بشعار سعيد بن عبد بن عامر العويسي القادم من السلطنة ليهدي السلامات أيضا بهذا الشعار و13 دقيقة 18 ثانية 7 أجزاء من الثانية هو توقيت مرموك. شوطنا الختام وشوط أيضا الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بفئة الإنتاج، يتقدم مدلل بناموس هذا الشوط لمالكة عبيد بن هلال بن مبروك العفاري وتوقيت الزمني 13 دقيقة 10 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. إلى هنا مشاهدينا متابعين الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح. تقبلوا تحيات الجميع، تحيات أيضا مخرج هذا السباق الأستاذ عبد الله وادي، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى الملتقى في الأيام القادمة.